أسبوع درامي مضطرب سياسياً، لكنه انتهى أخيراً بدخول السياسي البريطاني ريشي سوناك التاريخ من أوسع أبوابه. وزير المالية ريشي سوناك أصبح زعيماً جديداً لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء، وذلك بعد انسحاب المنافسين أولهما بوريس جونسون الذي تخلى حالياً عن المنصب. أما التراجع الثاني فكان لباني موردنت رئيسة مجلس العموم التي لم تستطع أن تجمع ما يكفي من النواب الداعمين لينتهي بها الأمر بالفشل، حيث أفادت التقارير بحصولها على 25 صوتاً فقط مقابل 194 لسوناك. وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسمياً عن انتخاب ريشي سوناك زعيماً للحزب وبالتالي رئيساً للوزراء، ليخلف بذلك لستراس التي استقالت عن وظيفة لم تتجاوز معها 45 يوماً، لتشهد بريطانيا للمرة الثالثة في التاريخ ثلاثة حكومات في سنة واحدة بل في أقل من شهرين. وحسب رئيس لجنة العام 1922 جراهام برايدي فإنهم تسلموا ترشيحاً واحداً فقط بعد أن رضخت موردنت أمام الأمر الواقع في الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الترشيحات لتصرح بهزيمتها، قائلة إن الحزب اتخذ قراراً تاريخياً مؤكدة أنها تدعم سوناك زعيماً للمحافظين ورئيساً لوزراء البلاد. Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. سوناك كان قد فشل في المنافسة أمام رئيسة الوزراء المستقيلة لستراس، لكنه وبعد تنحيها بدأ محظوظا في تسلسل الأحداث التي جرت وكأنها تمهد لفوزه، وليس أي انتصار بل ظفر بهذا الإنجاز وأصبح أول رئيس حكومة بريطانية من أصل هندي، وهو الذي عمل قبل ذلك محللا لدى بنك جولدمان ساكس. ويرى مراقبون أن التاريخ أنصف سوناك في وقت قياسي بعد أن تبين أن تحذيراته من أن خطة تراس ستجر البلاد إلى مصائب لا تعرف كيف تنجو منها، وذلك فعلا ما حصل، لأن بريطانيا انزلقت إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء. سوناك بهذا التأييد الذي لاقاه يبدو أنه الرجل المناسب للخلافة وقيادة البلاد وهي في أسوأ ظروفها الاقتصادية، خاصة وأن التضخم هو الأعلى منذ 40 سنة. أما سجل سوناك فإنه حافل بما أبداه من حنكة وخبرة في التعامل مع وباء كورونا، مع تطويره برنامج الإجازة المؤقتة بسبب الجائحة والذي حقق نجاحا، عدا عن أنه أسهم في عدم فقدان مئات الآلاف لوظائفهم وتقديم مساعدات للفئات المحتاجة وقروض ميسرة للشركات المتضررة من الإغلاق في أحد أكثر السنوات صعوبة بسبب الوباء. صدقت تنبؤات ريشي عن خطط تراس وارتفعت أسهمه في صفوف المحافظين ليصبح بنظرهم رجل المرحلة الذي رأوا أنه الأنسب للوضع الكارثي الذي استمر به أو ستمر وتمر به الآن بريطانيا. سوناك أمام فرصة ليؤكد ما قيل عنه، سيتولى زمام دولة منقسمة بشدة خلال تباطؤ اقتصادي من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم فقر الملايين. ضمانه الوحيد أن حزب المحافظين التف حوله، لكنه حتماً إذا فشل فحينها لن تخمد الأصوات المطالبة بانتخابات مبكرة، لأنها أساسا بدأت تنادي بهذا الأمر من الآن. أولهم تعليق الوزيرة الأولى في اسكتلندا التي أكدت أن بريطانيا لا تتحمل أي إجراءات جديدة للتقشف. بدوره قال حزب العمال البريطاني إن سوناك لا يعلم ما يحتاجه البريطانيون، بل إنه بإلقاء خطابه الأول داخل حزبه يعني أنه آثر المصلحة الخاصة على العامة. فيما قال حزب الخضر البريطاني إنه يجب العودة إلى الديمقراطية وإشراك الشعب في إيجاد الحلول.
لا شك أننا نواجه أزمة اقتصادية مستعصية، نحتاج إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل السعي إلى ذلك أولوية القصوى لنجمع بلدنا وحزبنا، لأنها الطريقة الوحيدة للتغلب على التحديات التي نواجهها لبناء مستقبل أفضل لأطفالنا وأحفادنا.